عاد ذلك انتموا بالتمرين على انقلاب في الطبع العراق. وقبل ما نبدأ نعمل تفسير في هذه الكلمة اللي نسميها الطبع. في أوروبا اللاتينية عند الرومانيين وعند الأفرنج، لما الفنانين في الموسيقى يقولوا مود، توناليتي، غام، إيشيل، هي معنى واحدة، يقولوا مود دو فا، مود دو دو، كما يقولوا توناليتي دو فا، توناليتي دو دو، غام دو دو، غام دو فا، إيشيل دو دو، إيشيل دو فا، هي معنى واحدة. وكذلك عند العرب لما نقولوا الطبع، مقام، ديوان، مرتبة أو سلم، هي معنى واحدة كذلك أيضا. نقول مقام أو طبع الجهركة، طبع السيكة، كما نقدر نقول مقام الجهركة، مقام السيكة، ديوان الجهركة، ديوان السيكة، سلم السيكة، سلم الجهركة، معنى واحدة كذلك. الطبع هي يعني مجموعة متاع أصوات مبنية بالترتيب درجة فوق درجة، من الشيء للشباب، يعني من القرار للجواب. وإحنا بصفة عامة نسميه الطبع هذا استخبار، وفي الحقيقة استخبار فيه نوعين، يعني فيه زوج نوع. النوع الأول هو استخبار المصنع اللي تكلمنا عليه في الدرس اللي فات، وهو موزون ومعزوف على الآلات، راهو موجود للآن في النوبة الأندلسية في تلمسان فقط. ونوع ثاني هو استخبار أو صياح، هو استخبار متاع النوبة متاع النقلابات، ماهوش موزون، وين فيه المغني يظهر البراعة متاع الصوت بتاعو في اللحن والإنشاد والارتجال، يعني الامبروفيزاسيون. وهذا هو المعنى متاع الطبع. لما نقولوا الطبع أو لما نقولوا المقام أو السلم أو الديوان أو المرتبة أو اللحن كذلك، معنى واحد. وفي الموسيقى اليونانية القديمة، لا ميوزيك غريك أنتيك، لا ميوزيك غريغوريان أنسيان، موجودين سبعة طبوع، وهاد سبعة طبوع، سبعة مقامات، يعطي واحد الشبيه تام للطبوع الموسيقى الأندلسية المعروفة عندنا في الجزائر. وهذو هما في مظروفهم. الطبع الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. هذو السبعة طبوع اللي قلنا عليهم تاع الموسيقى اليونانية القديمة. الطبع الأول، لو مود، لو برومي مود، هو لو مود ليديان. ليديان الطبع الثاني هو لو مود فريجيان.
نشوفوا هذا المقلاب هذا اللي رانا كتبناه وهو في الطبع العلاق، وكلامه هذا هو اللي حبيبون قد سمح لي بعد بالوصال، وتجلى البدر الأكمل وتبدك الهلال، خد وردي شعر جعدي ريق شهدي كالزلال، الله يحفظ لشبابك الذي قده عجيب، متى نشرب من شرابك ويغيب عني الرقيب، وصفالي ووثالي وسمح لي بالوصال. سامحني 3 4 ليه